السلام عليكم، كي راكم دايرين خوتي؟ صافا لاباس؟ غايه بخير الحمد لله. ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم افرو من جينجل ثينكس. كيما مضاري رياكشن جديده، فيديو جديد، تراك جديد. اليوم عندنا مع توجور مع الاوبي تاع ديدين، كريملين نايت. طيب بغيت نقول واحد الريمارك قبيله، مش عارف واحد مي واحد ماش فايت ساعة ولا طلعت لي النوتيفيكاسيون. كي دخلت طلقها، شو صرات غلطة؟ نورمال مو صرات غلطة، طلقها. شو كي دخلت لقيتها محطوطة في لاشين تاعه تاع ديدين كانون سيز. صح كنت نفطر، قلت كي نكمل وندير طلع ندير رياكشن وكاع. كي وليت دركا باه ندير رياكشن ما لقيتهاش. صاي عاود وليت درت طلع في السبيس اكس، باسكو هي نورمالمون الاو بي كاع راه محطوط في السبيس اكس. اي لقيتها عندها 6 دقائق من اللي حطوها في السبيس اكس، 6 دقائق ولا حاجه كيما هكا. استدير عاودوا قلعوها من لاشين تاع ديدين وعاود حطت هنايا في لاشين تاع سبيس اكس. ليسونسيال خوتي، هذه كريملين كيما نقولوا، هذه بلاصه في موسكو. هذه القياصره تاع الروس كاع تما، تاع شحال فيها من قصر ما يكملوش. صاي وعليها سور كبير، كاع عليها سور كبير. السور هذاك الطول تاعه 3 كيلومتر 200 متر هكا. باسكو كي شرشيت هما دايرين 2000 بالميل، الميل هو 1.6 كيلومتر. سونسيال بغينا نهضروا على الكريملين، باسكو الاو بي كاع راه رايح في الباك جراوند تاعه مع الروس والسوفيات وكاع. ومنه تبنى من مهندسين ورواسة وطلعينا. صحيح خوتي، هكا بغينا نهضروا شويه حاجه على التيتر، باسكو التيتر تاني راه عندها معنى. ونايت راها باينه، ليله الكريملين. نتلاقوا بعد الانترو خوتي. بيس. اوكي ليتس جو نشوف واش صار هنايا. سكيري بيت لالي نوج عقلي وقت المغارب طاردين، وقت الحالة ما تعجبش تطيح الطوروبان. ما عاشوش وين الفيد تدور بالحديد، كل واحد وحانو وين بابور وفوندا. طالي نروج عقلي وقت المغارب طاربين، وقت الحالة ما تعجبش تطيح الطوروبان. ما عاشوش وين الفيد تدور بالحديد، طالي نروج عقلي وقت المغارب طاربين. طالي نروج وقت المغارب عقلي طار بعيد، وقت الحالة ما تعجبش تطيحك اوروبان. وقت الحالة ما تعجبش طيحك اونبان. هنا وقت الحالة ما تعجبش، اشكر على هذيك كسموه شو من تكون كريزيا مكان شو نطيح اونبان ولا نورمال. مش عارف لايف علينا اخوتي. ما عاشوش وين الفيد تدور بالحديد، كل واحد وحانو وين بابور وفوندا. ما ديسي ما كاش معليش نغلبهم كاع في حلقة، 10 سنين وان في لافيش وانا مدخلو في الشقة. كي لعبو ما قدرو ليش ما نتباعوش في صفقة، في المصفوفة ما قدرتش نعيش لاسيمي تلقى ما تلقى. اصبر في المصفوفة ما قدرتش نعيش. هذه راني هدرت عليها مين درت الاناليز تاع سكورب ساعة وانا نهدر. صاي باي ذا واي سكورب ديديكاس ليه من هذا المنبر. وهذه هي تاع هو يقول بزاف انا فيا نار، انا هير بوي انا فيا نار. هاي وين نعاود منا باسكو هنا شا قال. في لافيش وانا مدخلو في الشقة، كي لعبو ما قدرو الديسي ما كانش معليش. مع الديسي ما كانش معليش. ديسي هنا شرا قصد بها ديفونسير سنترال فيفا فيفا 25 ولا مع الديسي ما كانش معليش.
تمر عنده تمر عنده مشكل، ولا قصد بها ديريكتور سنترال مش عارف، واحدة من هاد الزوج نغلبهم قاع في حلقة، 10 سنين وان في لوفيش وانا مدخلو في الشقة، كي لعبهم ما قدروا ليش ما نتباعوش في صفقة، في المصفوفة ما قدرتش نعيش المصفوفة ما قدرتش نعيش ناسيمي تلقى مر تلقى اوكي. المصفوفة اللي هدرنا عليها قلت لكم في الاناليز هذاك، ديك النظرية تاع الماتريكس بلي احنا انا قاع مبرمجين ومنا سونسي حكاية طويلة عايدين سمي تلقى وتلقى جميع من قحف البال ما نسيتش تحسين في الدل ما رويتش قلبك مسموم كليك بوم وجهك بدموم باد بيتش نخط فوق من داركم سنيتش وانا مسكون ما لقيتش سرقت اسماني كوتين بلاني ظلام عليك الدنيا كي تعرف اخبارها نيك لعدو شحال مقصيه بك نضرب ميتالها والشبيبة من سيا مفقودة ما زالها مسجول ما جات برياحة ليرشي حالها ماضي غالي نروج عقلي وقت المغارب طاربين وقت الحالة ما تعجبش طيحة طوروبان ما عاشوش وين الفيد يدور بالحديد كل واحد وحانو البابور وفورنا غالي نروج عقلي وقت المغارب طاربين وقت الحالة ما تعجبش طيحة طوروبان ما عاشوش وين الفيد يدور بالحديد كل واحد وحانو البابور ما عاشوش وين الحديد يذوب ما عاشوش وين الفيد يذوب الحديد ايه ودي شبيبة والله شبيبة نسبة كبيرة ضاعت والله ضاعت الله يفرجها علينا وللجميع وكاع الله بدي يهبل خوتي بدي يهبل خبطنا العصابة اللي سرقوا ديتو للزوالي حقو ترحم شعدوك بيك بهادوك نكلوا المسدس في بقو اللي طاح في قصة نشقو حب السالو في حلقو رافد من القاطس انك ما تكون في غفنجو عجبتني هادي والله دي الدخل المصرية اللي حقو ترحم شعدوك بيك بهادوك نكلوا المسدس في بقو اللي طاح بقو هذه خوتي بقو حط يعني حط له المسدس في فمه بقو مسدس في بقه اللي طاح في قصة نشقه حب السالو في حلقه رافد من القاطس نكملكو في لافان جبه في زقه فيكم درنا تجارب اسمعني الصاحي والمسكون عين تبقى تحت الحاجب في حرب الأرماجي دوم حكيتكم خلاص كانوا في البيزنس كلاس كي اللي خلينا الوقت كي اللي تناك في البلاص نعطب بالقلب الجافي مشيت في ويدانكم حافي طرفك تخلط في مافين نفمي دوم حكيتكم خلاص كي اللي خلينا الوقت كي اللي كذا منا ملهيه في البلاص كانوا في البيزنس كلاس كيلي كانوا في البيزنس خلينا الوقت كل تناك في البلاص نعطب بالقلب الجافي مشيت في ويدانكم حافي ترافيك تخلط في مافين 9 ملي ما ترطافي الله يرحم من القدافي حكمت القدار وصافي العوام الظلام انا شافي الله يرحم من القدافي تحية لخوتنا تاني من ليبيا وتحية لخوتنا المصريين باسكو قبيلة دخل بقو تاع مصاروة والله يرحم القذافي والله يرحم الجميع لكن تشوف العرب حنا كي راه صارينا الدول العربية من اللي انقسمت واللي دارت واللي مش عارف الله يصلح حوالنا وصاي ما كانش حاجة كاش يدير كنت القدار وصافي العوام الظلام انا شافي كاكولا اوفا ما في لاني نروج عقلي وقت المغارب طاربين وقت الحالة ما تعجبش طيحة اوروبان ما عاشوش وين الفيد يدور بالحديد كل واحد وحانو البابور وفوهونا لاني نروج عقلي وقت المغارب طاربين وقت الحالة ما تعجبش طيحة اوروبان ما عاشوش وين الفيد يدور بالحديد كل واحد وحانو البابور وفوهونا ديدين 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 انا فريمون البي هذا ما قودنيش انا تراك منه سموه موسكو كل شيء عندها علاقه مع الابر شوف فلاديمير ستالينغراد كريمينال دي زد اللي كيما نقولوا براتو كل شيء عندها علاقه مع الروس ومع الصوفيات براتوا
كامل النايت وباقي لنا موسكو. فريمون بي اماش دي ثاني متعنا خويا بالبيت خوتي. شو بغي نقول لكم؟ كيراكم دايرين صافا؟ ابي مقود نيشان سونسيال خوتي. ما تنساش دير اول انستغرام غادي تلقاه هنا صاي. ادخل دير طلا صاي. وما تنساش خوتي ديروا ابوني بارطاجي فيديو شويه لي كومونتير. تنساش دير جيم فيديو على خوتي باسكو جيم تنفع لاشين باسكو لاشين تطلع و اون ميم طون تولي تتبان بزاف ناس يشوفوها. فهمتوا خوتي كيما نقولوا يقولوا شي كذبوا عليكم دير جيم باسكو انا نبغي جيم ولا خوتي. انا نقول لكم السيستم تاع اليوتيوب كي دير تمشى لي فيديو يكونوا فيه يكون فيه كيما نقولوا التفاعل يكون فيه لي جيم ولي كومونتير بزاف وكاع يطلع يبان بزاف للناس. فهمتوا خوتي استادير هذه حاجه تنفع لاشين. وطلق روحك خويا عجبك الفيديو دير جيم دير هذوك الصوالح. ما عجبكش اخويا مرحبا بك تاني. تلاقوا فيديو جديد خوتي. السلام عليكم. Peace and love.